الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم. عدد خاص خصصناه اليوم لفريق شباب الوداد، ولكن ملي جيت هنا وخد داك الاستقبال والحب ديال الجماهير وحتى المسؤولين ما كيطالبوا مني والو، بغينا غير الفريق. ما اش كيبان لك؟ بغينا غير الفريق ما ينزلش القسم الوطني الثاني. دفعنا لكل شاطر برك ممكن يزيد يزيد انا نحب يعرف بالو عارف هاي بريزيدون ما عندك وين تروح هاي او هنا الله يضرب بك التب تكون المقابله في روح رياضيه ونطلبوا من الانصار تاعنا يتحلوا بالروح الرياضيه ويناصروا الفريق تاعهم. اما الرئيس بو حفص راه ما وعدنا حتى حاجه. احنا هذه لاكوب ما نكذبش عليك، هذه لاكوب تاع الجواره. انا ان شاء الله غادي نمدوا افون باش واحد يدخل التاريخ. لا باش واحد يدخل التاريخ كما انتم كنت تجبدوا في الاجيال والاخر. لا لا احنا ان شاء الله واحد 10 سنين ولا تجبدونا ان شاء الله، وان شاء الله ثاني باش نفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. المهم تربحوا، لكن كاينه حاجه وكاين يندوني الجزائريين كامل يعرفوها ويعاود يتبعوا كره القدم، انه الفاق الصيفي لما يوصل للنهائي يفوز به. تم النهائيات، تم القاب في كاس الجمهوريه. واش يقول بعضو الزكي الجمهور الصيفي؟ هذا تيتان روكور اكزاكتلي روكور مديرين باش يتباطاو. حصة خاصة بنهائي كأس الجمهورية تحط الرحال بالملعب العريق 20 أوت. بلاطو مميز يحضره ضيوف شرف يتقدمهم المدرب المحنك بادو زكي للإطلاع على خبايا تحضيرات أبناء العقبة وكل ما يخص هذا النهائي. سهرة هذا الاثنين بداية من الساعة العاشرة والنصف.